ويستحب تعزية الميت، تعزية المصاب بالميت. انتبه، تستحب تعزية المصاب بالميت، والتعزية بمعنى التقوية. ومن أحسن ما يعزى به الميت ما عزى به الرسول عليه الصلاة والسلام إحدى بناته لما أخبر أن ابنا لها قد مات، قال: مرها فلتصبر ولتحتسب، فإن لله ما أخذ وله ما أبقى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. وإن قال: أحسن الله عزاءكم وعظم الله أجركم وغفر الله لميتكم، فحسن،